وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم على منظومة التغذية بالمياه. في اللقاء دوت هنقسم إلى قسمين. القسم الأول هنشرح عناصر المنظومة واحتياجاتها من خلال باوربوينت، وبعد ما ننتهي هنبتدي بعد كده في لقاء آخر نطبق الكلام دوت على أحد المشاريع. فهنبتدي بشرح المنظومة. في المنظومة ديت اللي قدامنا مخطط كروكي لمنظومة التغذية بمية الشرب. طبعا مصدر الأساسي المستخدم في إمداد المباني بمية صالحة للشرب هي الخطوط الرئيسية اللي موجودة في مرفق المياه، شبكة مرفق المياه العامة. فلو ابتدينا منها هنلاقي إن إحنا في عندنا الماسورة اللي موجودة في الشارع، لابد هتطلع منها فرع عشان تغذي المبنى. طبعا شركة المياه بتعمل الفرع وبتحط وراها محبس مدفون في الأرض، والمحبس ده ما يبقاش ليه طارة عشان القفل والفتح، إنما بيبقى فيه وصلة صليبة من خلال فتحة موجودة في الأرض تقدر إنها توصل للمحبس عشان فتحه وغطاء. بعد كده بيدخل بعد المحبس بتاع مرفق المية إلى داخل المبنى. أول حاجة بيلاقيها بيلاقي في عنده ووتر فلوميتر. ووتر فلوميتر هو اللي على أساسه بيتحاسب صاحب المبنى على الكمية اللي استهلكها من المية. برضو لغاية هنا الشغل دوت تعمله مرفق المياه. بعد كده يبتدي صاحب المبنى عن طريق المقاول يمد بقى شبكة المواسير بتاعته إلى داخل المبنى. في عندي نظامين، في نظام الأب فيد ونظام الداون فيد. يعني إيه أب فيد ويعني إيه داون فيد؟ في الأب فيد بنلاقي إن شبكة المياه بتغذي الأجهزة الصحية اللي موجودة وهي طالعة. يبقى إذن مصدر المية بتاع التغذية سفلي، والماسورة طالعة للأدوار المختلفة بتبتدي إنها إيه تمد كل جهاز صحي بالمية. طبعا زي ما في عندي شبكة مية باردة، في كمان عندي شبكة مية سخنة. ففي المثال اللي قدامنا هنلاقي إن الدور البدروم بيبقى عموما في المغسلة، وفي نفس الوقت بيبقى في عندي سخان مركزي. فزي ما المغاسل بتحتاج مياه باردة فهي كمان بتحتاج مياه سخنة. وبعد كده والماسورة طالعة هنلاقي إنها بتمد الدور الأرضي بالكيتشن سينك، بتمد الكيتشن سينك بالمياه برضو السخنة والساقعة. كيتشن سينك هو يعني الحوض بتاع المطبخ، وكذلك بتغذي كل دورة من دورات المياه سواء كان عنده في قاعدة التويلت أو الحوض بتاع الغسيل أو البانيو. فهنلاقي يعني هما بيسموه في الإنجليزي القاعدة الووتر كلوزت، والحوض بيسموه لافاتوري، والبانيو بيسموه باف تيوب. فديت المنظومة بتاعت الأب فيد. طبعا منظومة الأب فيد زي ما شايفين مفيش عندي خزان سفلي أو خزان أرضي أو خزان علوي، إنها بتعتمد على إن الضغط بتاع الشبكة ثابت لا يقل عن 3.5 بار. 3.5 بار يعني تقدر إنها ترفع المية
لمسافة 35 متر، يعني تقريبا 10 أدوار لو كل دور كان ارتفاعه 3 متر. طبعا في حالة إن ضغط الشبكة غير مستقر وما يقدرش إن أنا أعتمد عليه، بالتالي لازم إن أنا أستخدم خزانات أرضية وعلوية. دوت اللي احنا شايفينه دوت المنظومة بتاعت الداون فيد. يعني ايه تاني الداون فيد؟ يعني المية اللي جاية من ماسورة الشارع وهي طالعة ما بتغذيش أي أجهزة صحية، إنما لازم في الأول تطلع على خزان علوي، ومن الخزان العلوي يبتدي المية تنزل عشان تغذي الأجهزة الصحية. ونلاقي إن الكود المصري لما اتكلم على الخزانات العلوية قال يجب إن الخزان العلوي يتغذى من خلال خزان أرضي، وكتبها بمصطلح يجب، وده هو الغريب، لأن معظم المباني بتاعتنا لو فيها خزان علوي فإحنا ما بناخدش المية من خزان سفلي، بناخدها على طول من شبكة المية بتاعت مرفق المياه. طب هو ليه قال كده وإيه هو المغزى من كده؟ المغزى من كده إن أنا لو يعني علشان أغذي الخزان العلوي وأنا كمان يعني ما عنديش ضغط الشبكة كافي، فلازم إن أنا هستخدم طرمبات مية هتبتدي تسحب المية من شبكة المية العمومية. فبالتالي اللي عنده طرمبة هيجور على حق اللي ما عندوش طرمبة، لأن اوريدي الطرمبة هتسحب المية من شبكة المية العمومية، فما فيش ضمان إن البيت اللي بعديه أو البيت اللي قبليه اللي مش مركب طرمبة إنه يقدر يسحب نفس كميات المية. فبالتالي لما نيجي بقى نشوف الأفيد سيستم تكوينه إيه، ومن خلال دوت الرسمة ديت الكروكي ديت من خلال الكود المصري، هتلاقي إن كل عنصر من العناصر ديت ليه رقم في الكود، والفقرة بتاعته هي اللي موجودة في الرمز اللي احنا شايفينه، يعني بيقول 3 13 1، فنلاقي ان هو في الفقرة الرئيسية 3، في الفقرة الفرعية 13، في فقرة الفرع الفرعية اللي هي الواحد. هنا بيتكلم على الفالف الكارب فالف اللي هو موجود في الشارع. وكذلك بقى على هذا النسق هنلاقي إن كل عنصر موجود في الشبكة دي مرجعية في الكود المصري. فلو ابتدينا نمشي معها واحدة واحدة، فأنا عندي أدي الماسورة الرئيسية اللي في الشارع، هنلاقي يليها على طول برضو الفالف أو الكارب فالف، ودي طبعا من صلاحيات قفل وفتح الفالف دوت هو مرفق المياه، يعني الحالة اللي هنلاقيه إن هو بيفتح ويقفل فيها. طبعا هو لما يبقى في عندي منطقة بتبتدي إنها يعني تتخطط إنها تبقى مساكن أو خلافه، بتيجي مرفق المية بتمد شبكة المية الموجودة في الشارع وتاخد فرع وتحط ورا الفرع محبس كارب فالف وتقفله لغاية لما المبنى يكتمل، بتبتدي إنها إيه تفتح بعد تجهيز المبنى المية عليه، أو يكون صاحب المبنى ما يعني ما انتظمش في دفع الفواتير بتاعته، فالإجراء اللي بتاخده شبكة المرفق ما يجي يقفل المية عليه لغاية لما يفتح. بعديها زي برضو في الأفيد هنلاقي إن في عندي ووتر فلوميتر، وبعد الووتر فلوميتر في برضو عندي جيت فالف. طبعا لما صاحب المبنى بيبتدي في إنشاؤه فبيطلب من مرفق المياه إنه يجي يركب له عداد، وهو ممكن يكون لسه ما خلص شبكة المياه داخل المبنى، فلابد إنه يحط محبس رئيسي بحيث يقفل المياه على الشبكة لغاية استكمالها، بعد كده تتفتح وهو اللي بيقدر إنه يفتحها. زي ما قلنا إن في الأفيد سيستم الكود المصري اشترط إن لابد يبقى فيه خزان أرضي، ف
اوريدي المية هتدخل بالانحدار الطبيعي وبضغط الشبكة إلى الخزان الأرضي، وده واللي هيسري على هذا المبنى يسري على بقية المباني الأخرى. لما نيجي نشوف الخزان هو بيتكون من إيه، لابد طبعا يبقى في عندي فلوت فالف، في ما عندي محبس عوامة، بحيث محبس العوامة دوت دايما فاتح لو مستوى المية موصلش للمستوى العلوي داخل، أو مستوى أقصى مستوى المية موجود في الخزان. أول ما يوصل للمستوى ده المحبس بيقفل طبيعي، لأنه الخزان مش محتاج أكتر من كده. طبعا قبليها لابد إن يتحط برضو جيت فالف علشان المحبس العوامة يتعرض للتلف، فبالتالي لما يتلف مفيش حاجة هتمنع مية إنها تخش، فبالتالي لابد إن أحط محبس علشان أقدر أقفل المية على الخزان لغاية لما أنا أستبدل العوامة. بعد كده بيكون في عندي محبس آخر موجود في مسار الصرف، لو أنا عايز أفضي الخزان للتنظيف أو خلافه، فبالتالي بقدر إن أنا أفتح المحبس دوت وأمشي المية عشان توصل للبلاعة بتاعة الصرف، برضو لابد طبعا وراها محبس. كذلك في عندي أوفر فلو، لو مستوى المية ارتفع عن مستوى قفل العوامة فبالتالي مش هسيب المية إنها يعني تغطي المكان اللي موجود في التانك، يتسرب إلى المكان الموجود في التانك، لا، يبقى إذن في عندي مهرب داخل التانك للمية الزيادة، بسمي المهرب ده أوفر فلو، وهنلاقي إن هو برضه بيصرف على البلاعة، بس لابد يبقى فيه إير جاب، لأن زي ما شايفين المسار ده معلهوش أي محابس، بالتالي ممكن حشرات أو قوارض إنها تطلع في خلال الأوفر فلو تدخل بيه الخزان، ودوت مش مطلوب. طبعا لابد يبقى فيه إير فنت، لأن زي ما أنا بسحب مية، المية اتسحبت لازم يدخل مكانها هواء، ولو أنا بملى مية فالهواء اللي كان موجود مكان المية لازم أسيب له مسار عشان يهرب منه. وبعد كده في عندي بقى إيه المستوى اللي أنا بسحب بيه المية علشان أطلعها للخزان العلوي. طبعا الكود المصري بيشترط إن لابد يبقى في عندك فرق منسوب بين قاع الخزان ومستوى السحب حوالي 5 سنتي عشان ما أسحبش شوائب مع المية المسحوبة من التانك. طبعا التانك لابد يبقى يعني سواء علوي أو سفلي لابد يبقى غرفتين. ليه غرفتين؟ علشان أنا بشكل دوري محتاج إن أنا أنظف الخزان، فأثناء تنظيفه لابد إن أنا هقفل المحابس اللي موجودة بتغذي أو بتاخد من الخزان تحت الصيانة، وفي نفس الوقت لازم إن المبنى يفضل شغال برضه، الناس هيفضل الطلب على المية مستمر، فهياخدوه من الخزان من الغرفة التانية. طيب يبقى هنا إحنا سحبنا المية من الخزان الأرضي ودخلناه على طرمبة الرفع وطلعناه للخزان العلوي. طيب حجم الخزان قد إيه؟ أقول لك والله أنت لما تيجي تحسب كمية المية المطلوبة داخل المبنى، وهنشوف بنحسبها إزاي كمان شوية، لابد إن الخزان يوفر الطلب لمدة 30 دقيقة حتى لو انقطعت المياه عن الخزان، يعني لو مفيش عندي مية بتوصل للتانك فالتانك يقدر إنه يغذي المبنى لمدة 30 دقيقة. وكذلك الترومبة، سواء بقى هتبقى يعني ترومبة وحيدة أو ترومبتين، يعني ترومبة وترومبة ستاند باي، أو في عندك ترومبتين، فلك يعني مجموع قدرة الترومبة، قدرة الترومبات تبقى 1.25 من الطلب، يعني تقدر إنها تغذي بمعدل يساوي 125% من الطلب على المية. تيجي نطلع برضو هنيجي تاني هنلاقي إن إحنا محتاجين نغذي خزان علوي، دي نفس الاشتراطات بتاعة الخزان السفلي، وطبعا في بعض مع بعض الاستثناءات. وبعد كده هنلاقي والمية وهي نازلة
طبعا وهي نازلة في الصاعد بتاعها لابد الصاعد يبقى في نهايته في اير فنت. ده ليه اير فنت؟ عشان لو في اي هواء موجود في الصاعد دوت تلاقي له مهرب لفوق. طبعا احنا عارفين الهواء اخف من الميه، فلما يبقى الماسوره ديت فاضيه ما فيهاش ميه وتبتدي الميه تدخل فيها، فبالتالي الميه هتزيح الهواء من المسار بتاعها، والهواء عايز يطلع لفوق والميه عايز تنزل لتحت. فلو مفيش منفس للهواء، الهواء هيبقى عامل زي يعني عائق على مسار المياه، ولا معدلات نزول المياه بيبقى ضعيف للغاية. فبالتالي لابد يبقى في عندي ايرفنت. ايرفنت ممكن يبقى على شكل محبس، أو إن الماسورة دي بترتفع فوق مستوى سطح الخزان وتنزل تاني على شكل حرف يو، والنهاية ديت برضو تبقى مرتفعة فوق سطح مية الخزان. بعد كده والمية نازلة بتبتدي تدي الإيه؟ الأجهزة الصحية. الاشتراط اللي موجود في الكود المصري لابد تبقى مستوى الخزان مرتفع عن أعلى منسوب لمأخذ المياه في الأدوار ب5 متر. ليه 5 متر؟ عشان يعمل لك ضغط استاتيكي على أي جهاز صحي مقداره نص بار، إن غير كده هتلاقي المياه نازلة ضعيفة بالذات في الأدوار العلوية. طبعا وهي نازلة في كل دور لابد يبقى في عندي محبس خاص بمجموعة الأجهزة الصحية اللي موجودة أو للوحدة السكنية اللي موجودة، يبقى في عندي محبس على كل وحدة سكنية. طبعا بيبقى فيه طبعا يعني مزايا وعيوب للتانك العلوي. طبعا من ضمن مزاياه إن هو بيحتفظ لي بكمية من المية في حال انقطاع المياه. طبعا خزان العلوي المية توصل له عن طريق ترمبة، فلو الكهرباء اتقطعت فبالتالي في عندي كمية من المية موجودة في الخزان العلوي تقدر إنها تمدني المبنى لمدة 30 دقيقة حتى وصول الكهرباء. في الـ Upfeed System طبعا المية وهي طالعة بتدي الأجهزة الصحية، فبالتالي لابد يبقى في عندي يعني مصدر للكهرباء الاحتياطي، يبقى في عندي مولد عشان يدي الترومبة كهرباء عشان تقدر إنها تديني مية في كل دور. طبعا العيوب بتاعته إن هو يعني الخزان ده هيبقى تقيل، يعني لو اتكلمنا على إن أنا محتاج 10 متر مكعب من المياه في الخزان العلوي، فده معناه 10 طن، يعني 10,000 كيلو موجودين على هيكل المبنى، فبالتالي بتحتاج تدعيم إنشائي أكبر. طبعا بيحتاج طبعا أي خزان موجود بيحتاج إلى عملية تنظيف دورية. لما يدخل بقى على زي ما المبنى بيحتاج مياه عليه محتاج كمان مياه سخنة، فمصدر المياه السخنة هيبقى عن طريق إما سخان كهرباء أو سخان غاز، يعني بالمعنى البسيط بتاعنا عارفين السخان الكهرباء دايما بيبقى فيه عنده فيه تانك موجود معاه، بحيث إن التانك دوت هو بيحتوي كمية من المية، والكمية من المية ديت معرضة إلى أسطح تسخين، فده اللي بيسموه الستورج تايب اللي هو اللي احنا نعرفه السخان الكهرباء، أو التانك تايب اللي هو ما فيهوش خزان مياه اللي هو بالمعنى البسيط اللي احنا عارفينه اللي هو السخان الغاز. سخان الغاز ما فيهوش تانك مياه اوريدي، عندي في مبادل حراري بيتعرض للغازات السخنة نتيجة احتراق الغاز الطبيعي من جانب، والجانب الآخر في المية اللي جاية باردة بيسخنها. طبعا احنا شايفين هنا
دوت السخان بيبقى في تانك، يعني بيبقى ملازم ليه تانك يحتوي على كمية من المياه. هنلاقي إن في إلكترودز مغمورة في هذه المياه تعمل على تسخينها، دوت الستورج تايب. أو التانكلس اللي هو ما يبقاش مصاحب ليه خزان مياه. على فكرة التانكلس تايب مش لازم بس يكون يعني سخان غاز، ممكن يبقى سخان كهرباء برضو. بيبقى في برضو إلكترودز بتعمل على تسخين المياه بشكل مباشر أثناء تدفقها، أو ممكن كمان تبقى مصدر المياه السخنة عن طريق سخانات شمسية، أو تبقى سخان مركزي زي اللي احنا شفناه في الأفيت سيستم اللي موجود في قبو المنزل، يغذي طبعا أكتر من دور وأكتر من وحدة سكنية. نيجي بقى لحساب ساعة السخان. حساب ساعة السخان مرتبط بالتطبيق بتاعه. هل التطبيق تسخين المية دوت موجود في مبنى سكني، ولا موجود في مبنى رياضي، ولا موجود في مستشفى أو في فندق أو في مصنع أو في مدرسة أو خلافه؟ هنلاقي إن يعني لو أخذنا على سبيل المثال مثلا المستشفيات، طبعا بيبقى في أجهزة صحية موجودة، فكل جهاز صحي بيحتاج معدل من المياه. هنلاقي مثلا اللافاتري اللي هو الحوض بتاع غسيل اليد، طبعا لو احنا شفنا في القاموس العادي بتاعنا دوت لافاتري معناها ايه، فنلاقي انها معناها يعني مرحاض، فده طبعا دي تركمة غلط. فاللافاتري مصطلح بيقصد بيه الحوض الغسيل اليد. لا، حوض الغسيل اليد هل هو استخدام شخصي ولا استخدام عام؟ لو كان استخدام شخصي فهو بيحتاج 2 جالون في الساعة. لا، هنا الوحدات اللي موجودة في الجدول دوت بالجالون في الساعة، وإنها بتدي المية في درجة حرارة 60 درجة مئوية. كذلك برضه هنلاقي البانيو، هنلاقي لو في عندي غسالة أطباق، لو في عندي بانيو أدم، لو في عندي حوض مطبخ، كل دول ليهم معدلات من المية بالجالون في الساعة. بعد كده في أسفل الجدول هنلاقي في حاجة اسمها الـ Demand Factor والـ Storage Capacity Factor. إيه المغزى من الـ Demand Factor وإيه المغزى من الـ Storage Capacity Factor؟ طبعا لو احنا بنتكلم على سخان غازي، فبالتالي مجموع احتياجات الأجهزة الصحية لو كانت هي في تطبيق مستشفى لازم أضربها في ربع. فمعنى كده إن، وليه أضربها في ربع؟ لأن مش لازم كل الأجهزة الصحية ديت تشتغل في نفس الوقت، مش لازم إنها شغالة طول الوقت، بالتالي بضربها في ربع تديني معدل استهلاك مجموع الأجهزة الصحية. يعني لو أنا مثلا في عندي مجموعة من غرف المرضى أحتاج فيها لاباتوري مثلا هو استخدام عام، يعني في عندي أكتر من سرير موجود في نفس العنبر، فكل يعني لافاتوري هيحتاج 6 جالون في الساعة، ولو في عندي شاور كمان فالشاور هيحتاج 75 جالون في الساعة. فبالتالي يبقى كده مجموع كل عنبر هو 81 جالون في الساعة من المياه السخنة. طب لو عندي 8 عنابر، فال8 عنابر هيبقى الحسبة الرقمية هتديني 648 جالون في الساعة. طبعا 648 مش هجيب أنا سخان بيديني 648 جالون في الساعة. ليه؟
لأن مش كل الأجهزة الصحية شغالة طول الوقت، مش كل الأجهزة الصحية شغالة في نفس الوقت، بالتالي كان لازم أضربها في ربع. هنلاقي إن عندي 162 جالون في الساعة، يبقى إذا السخان لازم أجيبه بقدرة وسعة مقدارها 162 جالون في الساعة. طيب إحنا لما نيجي نروح نشتري سخان غاز، هيقولك والله السخان ده 10 لتر، السخان ده 15 لتر. إيه قصده ب 10 لتر وإيه قصده ب 15 لتر؟ فلو شفنا مثلا زي أي سخان موجود عندنا في البيت، هنلاقي إن هو دوت النيم بليت بتاعه، هو دوت لوحة البيانات اللي موجودة على السخان. طبعا بيقول لك يعني إيه الموديل بتاعه، وإن المدخل بتاعه بتاع الغاز لابد يبقى في عندك ضغط الغاز لا يقل عن 30 ملي بار، يعني تقريبا 3 كيلو باسكال. أقل ضغط للمية يوصل للخزان للسخان هو 3 من 10 بار، وأقصى ضغط 8 بار، وإن هو القدرة اللي بيحتاجها في التسخين 20 كيلو، يعني إذا معدلات حرق الغاز الطبيعي لازم تديني هيت ديسيبيشن مقداره 20، بيقدر إن السخان ينتزع من مسار الغازات السخنة 17 كيلو وات علشان يدخلها للمية. والحاجة الأساسية اللي احنا بندور عليها إن السخان سعته 10 لتر في الدقيقة، يبقى إذا لما هو يقول لك أنت عندك السخان دوت 10 لتر، فهو بيقول لك إن هو بيقدر إن هو يسخن مية بمعدل 10 لتر في الدقيقة، 10 لتر في الدقيقة. لو رجعنا لحسبتنا السابقة، ال 162 جالون في الساعة ديت اللي هي تديني 10 لتر في الدقيقة، يبقى إذا السخان ده يقدر يعني يغذي 8 عنابر. نرجع تاني الباوربوينت بتاعنا. طيب يبقى إذا هنا بضرب في الديماند فاكتور علشان أجيب قدرة الخزان اللي هو التانكليس، اللي هو يعني اللي إحنا عارفينه اللي هو سخان الغاز. طب لو هو سخان كهرباء، السخان الكهرباء محتاج كمان إن أضربه في 6 من 10، 6 من 10 عشان يديني حجم خزان المية، والرقم اللي بيطلع دوت هيبقى بالجالون، مفيش بقى جالون بير أور، ده جالون. يبقى إذا ده هيديني سعة الخزان، يعني لو أنا عندي هضربه في 6 من 10، فكده معناه إن أنا في عندي 6 لتر. يبقى إذا السخان دوت هيبقى سعته 6 لتر. يبقى إحنا كده عرفنا إزاي إن إحنا نحسب قدرة السخان، سواء كان تانكلس أو كان مزود يعني لو كان هو سخان كهرباء أو سخان غاز. طبعا السخانات بيبقى في سخانات يعني تقدر تطلع لي درجة حرارة مية 82 درجة 180 فهرنهايت، وديت بتستخدم في عملية التعقيم. يعني لو أنا في عندي ديس ووشر ماشين مثلا، فبحتاج إن المية اللي خارجة من السخان تبقى درجة حرارتها 82 درجة عشان تعمل لي عملية تعقيم للأدوات اللي أنا بنضفها، أو يكون السخان بيخرج مية 60 درجة زي اللي إحنا شفناه في لوحة البيانات السابقة، وده بيبقى للاستخدامات العامة، الاستخدامات في التنظيف أو في إعداد الطعام، أو إن درجة الحرارة الخارجة منه تبقى 41 إلى 49 درجة مئوية، ودي بتستخدم بقى في الاستحمام الشخصي. طيب أنا لو في عندي سخان مركزي، لو في عندي سخان مركزي فنلاقي إن في عندي دورة
لو ريتراجع، لأن في عندي زي ما في عندي هنا سخان مركزي موجود في قبو المبنى، وطبعا هنعتبر المبنى دوت مبنى يعني ضخم، فبالتالي المية السخنة وهي طالعة من السخان لابد إنها تمشي مسافة طويلة لغاية لما تصل إلى الجهاز الصحي. فلما تصل الجهاز الصحي وهي مقفول، فالمية ديت لو كانت متوقفة هتبرد، فمع بال ما الجهاز الصحي يسحب مية، فلابد إن هو هيسحب مية ساعة في الأول لغاية لما يصل إليه المية السخنة. فلذلك قال لك لا، لازم كمان أعمل تبقى المية ديت تبقى دائمة السريان داخل الدورة. يعني لو الجهاز الصحي مقفول، فبالتالي هنلاقي إن المية، هتلاقي إن في عندي مسار يقدر إن هو يرجع مرة أخرى إلى الجهاز إلى السخان، بحيث إنها ترجع تاني تتدفق لغاية لما تصل إلى الجهاز الصحي. لو ما لقيتش إن الجهاز الصحي بيسحب مية، هتبتدي ترجع تاني علشان تروح للسخان. فبالتالي يبقى كده ان اي جهاز صحي خلفه على طول ميه سخنه، اكيد ان في خلفه على طول مباشره ميه سخنه. نشوف الدوره تاني مع بعض عشان نتاكد. ادي عندي السخان المركزي، الميه السخنه طالعه علشان تدي الاجهزه الصحيه. طيب يبقى اذا هتدي جهاز صحي دوت او ده او ده او ده، في بعضهم مفتوح هيسحب مياه سخنة، في بعضهم مقفول، بالتالي نلاقي إن المياه هترجع مرة أخرى إلى السخان، والدورة بقى إيه تعيد نفسها مرة بعد أخرى. يبقى كده أي جهاز صحي وانس إن أنا فتحته هلاقي على طول إن في عندي مياه سخنة. نيجي للأجهزة الصحية اللي تبقى موجودة عندي في أي مبنى. هنلاقي إن أنا في عندي الووتر كلوزت اللي هي قاعدة الحمام، في منها ممكن يكون معلق، وفي منها اللي هو العادي اللي إحنا بنشوفه كل يوم، في منها بيبقى عنصر الشطف بتاعه عبارة عن خزان صغير بيحتوي على كمية من المية بالضغط عليه، فبالتالي هتنزل كمية المية اللي في الخزان ده عشان تعمل عملية شطف لأي مواد صلبة موجودة فيه. أو يبقى في عندي في فلاش فالف، يبقى في عندي محبس دفق، بحيث برضو لما أنا أضغط عليه هيديني كمية مية بمعدلات عالية بحيث تعمل عملية الشطف. في عندي البيدين، والبيدين اللي مش عارفه فهو وسيلة للتنظيف الشخصي. في عندي طبعا المبولة اللي اسمها اليورينال. في عندي طبعا أنواع مختلفة من الأحواض، لإما حوض معلق، لإما حوض ليه عمود، لإما حوض بيتحط على كاونتر. كمان في عندي بعض الأجهزة بتبقى خاصة للمعاقين، يعني في الأحواض خاصة بالمعاقين لابد إنها تسمح إن ارتفاعها إن المعاق الكرسي المتحرك بتاعه يقدر إن هو يدخل تحت الحوض، بحيث يبقى المعاق يعني إيديه تقدر تصل بسهولة واحتياجاته يقدر إن هو يعملها بسهولة على الحوض الخاص بالمعاقين. كذلك برضه يبقى في قاعدة للمعاقين. طبعا يبقى في عندي درينكينج فونتين اللي هي يعني تلاجة المية بتاعة الشرب، برضو في منها المعاقين وفي منها لغير المعاقين بأشكال مختلفة. في عندي الشاور أو في عندي الباس تيوب. كذلك بالنسبة للمعماريين
وهم اوريدي بيعملوا التصميم المعماري للمبنى، لازم يحط عدد الأجهزة الصحية اللي بيحتاجها هذا المبنى. وطبعا طب الأعداد بقى بتاعت الأجهزة الصحية تبقى عاملة إزاي؟ فهي مرتبطة أولا بالتطبيق، أنا المبنى ده هو عبارة عن إيه، ومرتبطة بنوعية الجهاز الصحي، مرتبطة بعدد الذكور والإناث المتوقع استخدامهم للجهاز الصحي. طبعا أي جهاز صحي لابد يبقى في عندي فيه ووتر تراب، وده هو أهم عنصر في الجهاز الصحي أو في شبكة المياه. طبعا دي تخص موضوع الصرف. ليه؟ يعني لو تخيلنا إن في عندي ووتر كلوزت، طبعا معروف الووتر كلوزت نوعية استخدامه إيه، طبعا بيبقى فيه مواد صلبة، وفي الآخر المواد الصلبة ديت أنا بصرفها على شبكة الصرف. فلو عندي قاعدة الحمام ما فيهاش كمية المية اللي دايما بشوفها فيها، فمعنى كده إن كل الغازات الفاسدة هتقدر إنها تلاقي ليها مسار عشان تدخل إلى دورة المياه، وطبعا هنا هتبقى تتسبب طبعا غير إنها رائحة كريهة في انتشار الأمراض. مش قاعدة الحمام بس، حتى أي جهاز صحي آخر. يعني لو في عندي مثلا البي تراب اللي أنا دايما بشوفه تحت أي حوض، ده وظيفته إيه؟ يعني دايما يحافظ لي على كمية من المية في مسار الصرف علشان الغازات الفاسدة لا تتسرب إلى داخل دورة المياه، فلابد برضو يبقى في عندي بيتراب. طبعا في أنواع مختلفة من التراب، في الإس تراب، في البي تراب، في اليو تراب، في الدرامب تراب، كل دي وظيفتها الأساسية منع دخول الغازات الفاسدة من شبكة الصرف إلى داخل دورة المياه. ده مثل من الأمثلة، مثلا حوض غسيل وهنا في عندي يعني مسار الصرف، فبيبقى في عندي البي تراب موجود تحت الحوض علشان يمنع أي غازات فاسدة إنها يلاقي ليها مسار إلى داخل دورة المياه. هنا طبعا لكل جهاز من الأجهزة الصحية ليه احتياجاته من معدلات تدفق المياه. احنا كنا اتكلمنا على معدلات تدفق المياه سخنة اللي من خلالها قدرنا ان احنا نحسب قدرة السخان. الجدول دوت بيديني بقى معدلات المياه الباردة اللي بيحتاجها كل جهاز صحي. هنا طبعا هو مش مرتبط بنوع التطبيق، من اي جهاز صحي بيحتاج كمية من المياه الباردة. يعني لو اتكلمنا مثلا على البانيو، فلو هو كان الاستخدام الشخصي فهو محتاج 2 وحدتين. في المية السخنة احنا اتكلمنا على الوحدة بتبقى جالون في الساعة، هنا بيقول لك لا، احنا مش هنتكلم بقى جالون في الساعة ولا لتر في الدقيقة ولا أي وحدة من الوحدات ديت، هنتكلم على وحدة اسمها فيكتشر يونت. الوحدة اسمها فيكتشر يونت. الفيكتشر يونت هو مالوش تحويل مباشر الى لتر في الدقيقة او جالون في الساعة. ليه؟ لانه هو بيحتوي جواه عملية احصائية. ايه هي العملية الاحصائية؟ احنا قلنا ان مش كل الاجهزة الصحية شغالة في نفس الوقت، ومش كلها شغالة طول الوقت، فبالتالي قدروا ان هم يبتكروا رقم يحتوي على هذا المعنى، معنى إن الجهاز مش شغال طول الوقت والجهاز مش شغال في نفس الوقت مع أجهزة أخرى. المعنى يمكن يكون غامض شوية، إنما كمان شوية هنلاقي إنه هو يتضح. وطبعا قسموا بقى الفيكتشر يونت ديت لنوع الجهاز الصحي. يعني لو البانيو لو هو برايفت
فلي اتنين فيكتشر يونت. لو هو public استخدام عام هو محتاج 4 فيكتشر يونت. الجدول ده زي ما بيحتوي على كمية المية اللي بيحتاجها الجهاز الصحي، كمان بيقول لك أقل وصلة للمية. يعني الجهاز الصحي زي الباس تيوب أقل وصلة مية دي اللي هي نص بوصة في المية الساقعة ونص بوصة في المية السخنة. وكذلك بالنسبة زي ما في فيكتشر يونت للمية بتاعت الشرب، في كمان فيكتشر يونت للمية بتاعت الصرف. أي جهاز صحي زي ما بيدخل له مية بيخرج منه مية، طبعا المية ممكن تكون كمان تحمل مواد صلبة. فبرضه هنا في الجدول ده بيديك الفيكتشر يونت بتاع الصرف، وكذلك برضه أقل واصلة لماسورة الصرف اللي هتركب فيه. كذلك برضه بالنسبة للبيدي، كذلك بالنسبة للكيتشن سينك برضه، يعني لو حوض المطبخ برضه بيحتاج 2 فيكتشر يونت لو كان هو استخدام شخصي، أو هو كان استخدام العام فيبقى 4 فيكتشر يونت، وهكذا بقيت الأجهزة الأخرى. كذلك برضو اللي هو الحوض الغسيل اليد فهو برضو بيحتاج 1 فيكتشر يونت وهكذا. طب إحنا كده عرفنا كل جهاز صحي بيحتاج فيكتشر يونت قد إيه. بعد كده الشبكة، شبكة المية، شبكة مواسير المياه اللي هي بتدي أجهزة صحية ديت، بجمع من خلالها الفيكتشر يونت. يعني هو لو في حوض عنده بيدي له مياه فهو بيحتاج 1 فيكتشر يونت، بيدي حوض بعديه كمان مياه تانية فبالتالي الحوض التاني كمان يحتاج 1 فيكتشر يونت، التالت الرابع. لو في عندي 10 أحواض فبالتالي الماسورة الرئيسية اللي هتدي ال10 أحواض عايزالها يبقى ماشي فيها 10 فيكتشر يونت. وكذلك بقى بجمع، يعني بإذن الأرقام تدفق المية في المواسير بتكون برضو بالفيكتشر يونت، بالفيكتشر يونت. يبقى كده عرفنا إن مواسير المية هي بيتدفق فيها قد إيه كميات من المية بوحدة إيه؟ بوحدة الفيكتشر يونت. طب عايز بعد كده إن أنا أعمل سايزنج، يبقى أعرف كل مقاس ماسورة مقداره كام. يعني هل مثلا إن كل المواسير اللي ماشية في كل شبكة هتبقى مثلا 4 بوصة؟ طبعا مش ممكن. يعني هل هدخل 4 بوصة على حوض غسيل مية هو بيحتاج مثلا نص بوصة؟ لا طبعا. قال لك لا، أنا هشوف الفيكتشر يونت اللي ماشية في الماسورة دي إيه، وأرجع إن أعمل لها أشوف مقاسها بناء على سرعة المية اللي تبقى ماشية في الماسورة. فلك أنا ممكن أعمل المقاس على سرعة مقدارها 1.25 متر في الثانية أو 2.25 متر في الثانية. يبقى إذن عندي خيارين أعمل من خلالهم مقاس الماسورة بناء على سرعة المية، لإما 1.2، لإما 2.4. لما نيجي بس نبص كده، لو احنا طبعا يعني امتى انا هستخدم 1.1 وامتى هستخدم 2.4، دي راجعه لتقدير المصمم. لو هو استخدم 1.8 يبقى هنا ايه، سرعه المياه بطيئه، فطبعا هلاقي ان المواسير هيبقى اقطارها اكبر، فده معناه شبكه المواسير هتبقى تكلفتها اعلى. طب دوت العيب اللي فيها إنها تديني مواسير أكبر، فطبعاً سعر الشبكة يبقى عالي. طب إيه الميزة اللي فيها؟ الميزة اللي فيها إن الضغط الاستاتيكي اللي فيها مش محتاج إنه يكون كبير، لأن المواسير المية ماشية في مواسير كبيرة، بالتالي الفقد في الضغط هيبقى قليل، فبالتالي أحتاج ترومبة قدرتها قليلة، وده طبعاً هتوفر لي في الإيه، في الترومبة. أو إن أنا أجيب مواسير صغيرة، يعني معمولة على 2.4، فده معناه شبكة المواسير هتبقى تكلفتها أقل. إنما العيب اللي فيها إن أنا هجيب ترومبة أعلى. نيجي بقى هنا، لو إحنا بنتكلم على النص الأولاني اللي هو 1.10، لو أنا هستخدم في تحديد أقطار المواسير سرعة ثابتة مقدارها 1.10، فهنلاقي إن ده نهاية الجدول بتاع 1.10. في إيه الجدول دوت؟
في عدد الوحدات بتاعت الفيكشر يونت لو انا مستخدم صناديق طرد اللي هو فلاش تانك او مستخدم صناديق دفق. وطبعا اللي هو لو كانت الشبكه فيها طبعا قاعده حمام او في عندي مبوله فيها اصمام دفق، فلو انا عندي اصمام في اصمام دفق فهاخد العمود ده اشتغل عليه. لو عندي في لا ده صناديق طرد فانا هاخد العمود دوت واشتغل عليه. يبقى اذا الماسوره 1.5 لغايه 1.5 فيكشر يونت يبقى مقاسها نص بوصه. طب لو هي 2 فيكشر يونت، لا لو 2 فيكشر يونت فاروح ل ما يليها اللي هو 3 فيكشر يونت، يبقى كده الماسوره دي مقاسها اللي هو 3 ارباع بوصه. وكذلك هي لو كانت 93 او اقل فيبقى الماسوره اللي ماشيه فيها 2 فيكشر يونت. هنلاقي ان في الجدول ده بيديك برضو التصرف بالدقيقه، يعني لو في عندك 93 فيكشر يونت ده معناه ان اللي ماشي في الماسوره دوت 158 لتر في الدقيقه. واخد بالك؟ يعني طبعا عمليه التحويل ديت مش لينير، مش خطي. يعني انت لو شفت ال 37 فهي اقل من النص. الفرق في الفيكشر ريت ما بين 93 و37 اقل من النص. انما لما اجي ابص على الفرق بين ال 158 وال 96 مش هلاقيها هي النص خالص، هلاقي انها طبعا ال 96 اكتر بكتير من نص ال 158. فاذا العمليه مش لينير، هو ده اللي انا عايز اقوله. ليه بقى؟ لان مش كل جهاز صحي شغال طول الوقت، مش كل الاجهزه الصحيه شغاله في نفس الوقت. فاذا في طريقه من الطرق لتحديد اقطار المواسير بناء على سرعه المياه داخل الماسوره، والجدول ده متاخد من الكود المصري. في طرق اخرى زي الايكوال فريكشن، وفي طريقه تانية بالاقطار المكافئه، حاجات كده. انما احنا يعني اسهل طريقه ممكن شرحها بسرعه هي تحديد مقاس الماسوره طبقا لسرعه المياه اللي موجوده جوه الماسوره. الشكل اللي قدامنا دوت بيوضح عملية التحويل من فيكشر يونت إلى فلوريت معروف زي جالون بير مينت أو لتر في دقيقة أو خلافه. يعني في المثال اللي قدامنا دوت لو أنا في عندي 1500 فيكشر يونت فده معناه لما أدخل في الخريطة هلاقي إن أنا تقريبا محتاج 175، يعني تناظر 175 جالون في الدقيقة، ولاقي إن في عندي زي ما في عندي خط هنا ظاهر، أو في عندي هنا خطين 1 و2. إيه الخط 1 و2 ده؟ الخط الواحد دوت لو أنا في عندي صمامات دفق اللي هي موجودة على أواعد الحمامات أو موجودة على المباول، أو لو كان في عندي بدل قاعدة الحمام عليها صمام دفق في عليها خزان دفق. وبعدين هنلاقي إن إدالك في المنطقة ديت من الكيرف كبرها لك هنا علشان نقدر نحن نشوف. يعني الجدول اللي فات كان الفرق في المحور اكس كبير بينط وحدات كتيرة، انما هنا بيتلك كل 50 وحدة فيكتشر يونت. فلو انا عندي مثلا 100 فيكتشر يونت لو انا عندي خزان دفق فده معناه حوالي 45 جالون في الدقيقة، ولو هو صمام دفق فده معناه تقريبا 70 جالون في الدقيقة. فالعلاقة زي ما انتم شايفين مش علاقة خطية لأنها فيها يعني عنصر إحصائي. طب أنا ده بحتاجه ليه؟ محتاجه طبعا احنا زي ما احنا شفنا كده ان تحديد أقطار المواسير بالفيكشرينج. طب عايز أحدد الترومبة، الترومبة هتبقى بالفيكشرينج؟ لا طبعا الترومبة مش هتبقى بالفيكشرينج، تبقى لتر في الساعة أو متر في الساعة، متر مكعب في الساعة. فبالتالي محتاج انا اشوف مجموع الفيكشر يونت اللي ماشيه في الماسوره الرئيسيه تناظر كام معدلات تدفق
عشان من خلالها أقدر أجيب الساعة بتاعة الترمبل. طبعا زي ما أنا بحسب كميات المياه اللي ماشية في الشبكة، أنا كمان وعرفت كمان الساعة بتاعة الترومبة كمعدلات تدفق. عايز أعرف الترومبة دي كمان تديني ضغط استاتيكي قد إيه، محتاج إنها تيجي بضغط استاتيكي قد إيه. لو إحنا مثلا عندنا عمارة 10 أدوار، فأنا عارف المية عشان تطلع للدور العاشر، وأنا عندي كل دور 3 متر، فده معناه 30 متر، يبقى هنا في عندك ضغط استاتيكي مقداره 3 بار. انما التلاتة بار دي ما حسبتش كمان انا حصل فقد في الضغط قد ايه اثناء تدفق الميه، فلازم احسبها بقى، لازم اعرف ان كل كوع فيها بيديني equivalent length مقداره قد ايه، علشان ان اجمع الاطوال دي كلها، ولما ارجع تاني الجدول اللي احنا شفناه اللي بيقول لك الفقد في الضغط لكل 100 متر، فإذا الرقم اللي هاخده من هنا هقدر إن أنا ألاقي له طول. طبعا هلاقي الطول دوت هو طول المواسير، طول المواسير مضاف إليها كمان طول مكافئ، طول مكافئ لكوع، طول مكافئ لتي، طول مكافئ لصمام موجود بأنواع مختلفة. فالأطوال دي كلها بجمعها على بعض وأضربها في الرقم اللي إحنا شفناه في الجدول ده، فأقدر أعرف كمان إن أضيف على ال3 بار اللي إحنا حسبناها قبل كده كمان قد إيه ضغط عشان يتغلب على كل الفريكشن لوس اللي موجودة في الشبكة. يبقى لغاية هنا إحنا عندنا المعلومات الأساسية، أقل معلومات أساسية محتاجينها عشان نقدر إن إحنا نصمم شبكة التغذية بالمياه، سواء كانت المياه دي مياه ساقعة أم مياه سخنة. في الفيديو القادم هنبتدي نطبق المعلومات ديت على منظومة من منظومات بتاعة الإمداد بمياه الشرب. وإلى اللقاء في اللقاء السابق، بس الحال يعني اللي جاي إن شاء الله. شكرا.